أنا أستاذ معاذ مصدق، مدرس مادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية بن خلدون بمسيك. اليوم أنا جد فخور بالتلميذة دعاء بهباز اللي حصلت على معدل ممتاز نتيجة للجهد اللي بذلته خلال 3 سنوات دوزت عندنا في إعدادية، ومعدل مشرف جدا، معدل ممتاز. نتمنى أنها تواصل في المنوال هذا. السلام عليكم، انا دعاء بباز. اول حاجه كنبغي نشكر السيد جودال اللي دار هذه المبادره الزوينه لينا حنا كتلاميذ كتحفيز، وكنشكر الاستاذ معاذ مصدق اللي كان معنا حتى لاخر المطاف وخدم معنا بزاف، وانا فرحانه بزاف وشكرا لكم. انا اب تلميذه آية تامدة، كتقرا في السادس ابتدائي في مدرسة أحمد الراشدي قطعة بمسيك، وهذا نهار كبير الحمد لله. ملي كتكون هذه المبادرة يعني كيهتموا بالتلاميذ وبالناس المسؤولين على هذا القطاع، اهتموا بالوليدات وعطاهم واحد الجوائز اللي زعما كانت مفاجأة لنا صراحة، وكنقدرش نقول لك الإحساس ديالي في هذه اللحظة. يعني ملي كتشوف وليداتك وصلوا واحد النتائج اللي انت ديما كتسناهم، راه هذيك هو. سميتي سارة العسري، شعبة سونس مات اف خيار فرنسي، جبت 17. فرحانة بزاف حيت عطاوني بي سي و حسب المجهودات ديالي عطاتني شويه المول طالما في ولدي علاش قريبا ولا شي حاجه. نقدر ندير بريبا ولا ندوز ميديسين، كونكور ميديسين.